هاي دا تقول عيني انت جبار، شنو 10 ملايين يا معود؟ ستبان اسمعني بس، ستبان بساعة تصرف 10 ملايين، شلون اروح اقول لها على هذا المبلغ مالتك؟ عيني اسمعني 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 عيني جبار، انا اريد 30 مليون اخويا، اذا تدفع 30 خابرني ونتفق، ماشي اخويا؟ اكثر من هذا الحكي ما اقدر افيدك به، يلا باي باي. سنان ايش قاعد تصخم انت ابني؟ انت بلغت اهل ابني انطيتهم خبر؟ انطيتهم يعني اقصد راح انطي، يعني راح انطي او على وشك ان انطي. عمو لا تدير بال، عمو انا قلت على ما انطيهم خبر يعني اخاف يخرب صوت ستبان، فخو ما احرم الجماهير منك. لك بابا هي صعبه تنطي خبر لعائلتها، هي بتليفون واحد تحل الموضوع. منوري أم نوري، هاي البنية كانت تشتغل بهالكازينو وحتى اليوم عندها حفلة هم باع. تفضل بسرعة خابرهم، يلا بسرعة خابرهم، ماكو شغلة يسويها بدون كذب، ما يقدر بدون كذب. عايش مسوي وانت وقت شايف هذا مسوي فشي بلاي كذب ولفو دوران، هذا بس على نفسه ما ناصب. اي تمام افتهمنا، مو قلت لك راح اخابر؟ ما يصير كل ساعة تدق. نعم. مرحبا عيني، انا دا اتصل بخصوص الفنانه بان، اسف للازعاج بس تبان يمنع عيني. هاي صار يومين ليش ما خبرتوا؟ احنا حضرنا الفلوس 5 ملايين هياتها قدامي. الله 5 ملايين راح ينطوني هديه 5 ملايين لان لقيت ستبان. هديتي يا اخوي؟ هو لان لقيت ستبان راح ينطوني هديه. ولكم صرت زنقين زنقين. العفو انت قلت 5 ملايين؟ باوع انطيك 6 ملايين بس خلينا نخلص من هالموضوع. الله 6 ملايين؟ قلت 6 ملايين؟ شنو ذول مخابيل؟ ايش دعوه هالقد فلوس؟ لا عيني اكيد 600، شلون ينطون 6 ملايين؟ مو بالبدايه قلنا 5 ملايين وهسه ليش تلف وتدور؟ ليش هسه 6 ملايين؟ لا عيني لا الف ولا ادور، شلون الف وادور وياكم؟ ابد ما الف وادور اني. 6 ملايين ماشي اقبل 6 ملايين، صار عيوني انت. وين نجيب الفلوس؟ وين نستلم البنيه؟ هسه راح اعطيك عنوان المكتب. دقيقه. تمام اوكي تمام، بعد شويه راح نجي. هذول يا اغبياء يا يلعبون علينا، انطاني عنوان المكان اللي يشتغل بيه. اخاف استاذ ما اعرف، روح لهالعنوان واخذوا البنيه وخربوا المكان زين، خلي يعرفون شنو يعني ياخذون مني فديه. يلا تمام. ها حنونة هسه شنو رأيك برجلك؟ تفتخرين بيه مو؟ أكيد تفتخرين بيه، يعني بس تخيلي لو كل يوم ألقي فنان فاقد ذاكرته بالشارع، يعني بالأسبوع ايش قد أطلع؟ 6 × 7 يصير 42 مليون. ها لك سنان شنو الخربطة حبيبي؟ عيني أكيد أكو سوء فهم بالموضوع، يجوز الرجال قال 600 ألف وأنت افتهمت بالغلط. لا عمي يا معود قال 6 ملايين سمعته بذاني. ايه عم نوري ما يكفينا 600، اكيد ملايين هيك يلا يكفينا. طبعا يا حمايد قلبي، يعني 600 وين راح تكفينا احنا كنا؟ العفو اخوان دقيقه، انتو ايش صار بيكم؟ هي فلوسكم ولا فلوسي؟ ما تقولوا لي انتو منين طلعتوا لي بالله؟ ايه عيني انتو لو لاقين 6 بعض كنتوا انتو اخذتوا الهديه. ايه 6 بعد شوي راح يجون ياخذوك. يعني هذول اللي راح يجون انا اعرفهم؟ ايه غير هيك؟ اترخص من عندكم رايحه للحمام. ايه منا هناك. إيه منا اكيد الصحافه هم يجون، راح اغني اغنيه بلكت يطلع لي شغل. فكره حلوه هاي، انت هم تغنين شيء والله ما تتكرر هالفرصه بعد. ايه جوي اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا عيني نورتونا. اهلا وسهلا. وما كل ابني اسمه تفضلوا استريحوا، راح اجيب لكم شو تريدون، شاي قهوه لو تحبون تشربون شيء بارد. بانو نروح الجنطه هنا. بان وين؟ شوف عيني دير بالك تقول لي هالجنطه مليانه فلوس. احنا مره واحده نحكي عمو وين البنيه. ها جتي البنيه، جتي ستبان، يلا تعالي ستبان واني راح اروح اخذ الجنطه. يا هي انتو شلون اخواتك استاذ جاسم؟ ها احنا ما خطفنا احد، انا لقيت ستبان بالطريق، حتى اذا تريدون اسالوها هي تحكي لكم. تعالي ناشو ازرفكم كلكم دير بالكم. دقيقه هني خذوهم خذوهم. دقيقه دقيقه العفو العفو والله توهمت العفو كافي.
تذكرت كل شيء. استاذ سنان والجماعة ما مسوين شيء. ايه غير جماعة خطفوني. ايه صح غير جماعة. ايه واستاذ سنان اخذني بسيارته، كنت فاقدة ذاكرتي وهو واصدقائي ساعدوني. ايه وحتى حنين ساعدتني مثل اختها. إيه؟ معقولة خليكم ترفعون سلاح بوجه الناس اللي ساعدوني؟ يا بعذرونا ترى ما كنا نعرف، اسفين احنا. نعتذر منكم، احنا اسفين. مو مهم سامحناكم عيني، بس عادي جيب خليني اخذ الجنطة اني. سنان اخجلي شوية. ايش بيك عمك الداشاقة؟ انا شو اسوي بهالقد فلوس؟ بس اذا رادوا هم ينطون فتشي من عندهم طبعا ما. سنان تعال يمي. ايه جيت عمي، انا شو الداشاقة ايش بيك انت قبل راسا للصدق؟ شوف راح اقول لكم فشي، سمعوني زين، ما دام انتم ساعدتوني انا اليوم راح قلبي. شنو رايكم كلكم راح تجون عندي؟ انا اجي ابو سبان. سنان ها عمي هاي ايش بيك؟ شفت شلون ضربت البنياني؟ شلون ضربت يا حجي نعمان؟ يلا يلا جابوا التاكسي.